I'm sure. يجي ما تجيبنا شو من تجربة. بكش هو وين حسابه يقعد برا بكش من يروح وين يروح حلو كنت على الحيط بلو يا زعم لا اله الا الله اني في 60 عام انا 60 عام من الوالدين هيا جا هذا شرى الملك الجديد راه في عام كرا لي نورمالمون والله غالب كنت مضطر باه الله غالب عليا باه نكري ما عنديش وين نروح جاوا ناس عاونوني فيهم الخير قالوا لي معليش قال لي نور دين سبور بلا ما جات لا كوميسيون هيا صبرت كرالي مليون ونص ايوا في لافان قطع لي الماء اكسيتيرا قال لي خويا بغيت سحقيت الديار تاعي الدوسي تاعي 2013 وعاودته 2018 قالوا لي عاوده ودرناه 2018 عاودته بيردوه لي في 2013 يردوه لي في 2018 اما لي راح هذاك امين العام الحمد لله هذا فيه الخير هذا الانسان شاف دايره هذا كاع داك الشيء صنت لي استقبلني شهوه الله يجعل ربي زعم يشوف الحالي كي راني حالتي كي راها وصاي ما عنديش وين نروح ما كاش وين تروح ما غادي ندو قشنا نحطوه برا ما عندناش وين نروح غادي نحط القش تاعي برا بس في ذا البرد وزير الساكن السلطات قاع يعاونونا الوالي شاب دايره خاطر انا ما عنديش وين نروح دروك انا بويا غادي نحط قشيك غادي نحطه برا دروك صاي ما عنديش وين نروح لا غالب لا ستياسيون كي دايره ولا غالب ما ديجا غادي نبدا نخمل في قشيك خاص دروك 12 غادي يعطينا ديلي على 12 خاص غادي يجي دروك الويسي مع الشرطه غادي يخرجونا دروك لا غالب انا نلم في صواحي صاي خاص غادي ماكسيمو عطينا ديلي 12 هذاك ما دير لهم صواحك باكي تجي لي الشرطه ويجي الويسي سيدنا لنا صواحنا قبل 12 غادي نخرجوا قشنا برا ما عنديش وين نروح انا بقول والبرد لا غالي هذا خونا وبونا من 1962 ساكن هنايا هذا ما كاش اللي ما يعرفهاش يعرفها العام والخاص وكيما قال لك هذا الانسان كي يخرج هذا كفيف وين يروح هذا السؤال مطروح نوجه نداء سيد والي ولايه معسكر سيد عبد الخالق سيودا ونعرفوك بالمبادرات الحسنه تاعك الزينه ونعرفو الخصال تاعكم ونعرفو كلش شوف لهذا الانسان لوجه الله ونطلب السلطات المحليه ثاني كينا السلطات المحليه هذا الانسان اخونا شنتوف كما قال لك راه في حاله لا يرثى لها شوفوا ليه وكما قال لك اجركم على الله ونشكر قناه النهار بزاف هذا الكواعد النسيسير تاخونا هذا اللي اليوم عنده عمليه اخلاء دله اخلاء المحضر القضائي دله اخلاء غادي يخرج للشارع ما عندهش وين يروح مسكين هذا اخونا حنا النداء تاعنا الى السيد رئيس الجمهوريه النداء الى السيد وزير الاول الى السلطات المحليه متمثله في السيد والي ولايه معسكر الى السيد رئيس دائره معسكر يشوفوا اخونا هذا كذلك مواطن وعنده حقه وما راش طالب المحال طالب ساكن منزل طالب منزل في اطار صيغه اجتماعيه يدي حقه ما راش طالب المحال اليوم الاخ تاعنا راه خارج من المنزل تاعه راه خارج للشارع وين شهر راه في شهر ديسمبر شهر تاع امطار شهر تاع ثلوج يخرج للبرد حنا نداءنا الى السيد والي ولايه معسكر السيد عبد الخالق سيودو ما السيد عبد الخالق سيودو معروف عليه هذه الامور معروف عليه التدخل في مثل هذه الظروف حنا ماشي كما يقول لك ماناش حنايا نمدحوا فيه ولا هذا شيء حقيقي ونهضروا على السيد والي ولايه معسكر لذا عليه يشوف في خونا امين ويشوف في نور الدين انسان ما يشوفش عنده 100% ما يشوفش ما عندهاش لذا عليهم بالتدخل يا سيد الوالي ماذا بك تجي تشوف هذه الوضعيه تاع شنتوف
هذا شنتو فرا مغبون وشحم العمره في الزنقه هنا ياكو ما نوكلوش ما ياكوش وراه كفيف. أرباح نقول لك يا سيد الوالي يا سيد يا شاف دايرة يا المير شوفوا في هذه الحالة هذه الحالة راه مسكين مغبون حده كما ندخلوا له شفنجل تاع القهوة ما يشربهمش وما نغسلوا لهش ما يغسلش هذا راه كفيف وعنده بونسيون قليلة ماذا بيكم في أقرب وقت احنا ما عناش كون عنا الزيادة والله ندخلوه ما عناش الله غالب شوفوا فيه في المسكين هذا هو المسكين تاع الصح هذه ما مجادة ولا المتكلف ما بيهم من عشيهم من فطرهم ما 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 عندهم والو لا درتوا هذه الحاجه درتوا هذا المغبون ودرتوا الخير راكم حاجين في رحبتكم وهذا المسكين تاع الصحبوله انا ولا نقوتوا غير حنا وذاك مسكين ما عنده خدمه لا ولا والو ولده وانا يا بابي حدا بابه نصلي ندي له الماكله من يكمل عندي الله يخلف على هذو مساكين هذو الجوارين هنا الا قوله غشه يجيبوا له الفطور لاخاطش ما عندهش حد الا كان خرجوه منه ما عنده وين يروح هذا راه خارج في اقرب وقت نتمنوا من الوالي وهذا السلطات هذا يشوفوا فيه ان شاء الله راه برا ماكم تشوفوا فيه راه برا ما عندهش وين يروح هذا المخلوق ما عندهش اللي يرفده ما عنده لا مرق لا بنت الناس يطحن فيه يعطوه طعام يعطوه قهوه يعطوه المكتوب يكتب ربي ويغسلوا له ينقوا له يدوسوا له وباسوكش لا بغيتو الربح تهلو ومكفوف الناس دو في السلطات يجي يعاونوه الله يفتح عليك سيد الوالي الله يفتح عليك سيد الوالي سيد الوالي دخلوا شوف لنا غير في ذي الوضعيه الله يفتح عليك سيد الوالي الناس دو جميع السلطات وجميع المحسنين يعاونوا هذا الانسان ما عنده وين يروح والله غالب مكان اللي يوكله مكان اللي يغسل له مكان اللي ينقيه مكان راه وحده شوفوا فيه سيد الوالي سيد الرئيس رانا تاكلين لك سيد الرئيس عاوننا عاون المساكين المنطقه باب علي حي عين سلطان نعرفوا السيد هذا من بكري زاد هناك بر معانا واسينا وراه في عمره 70 60 عام ولا فايت 60 عام والديه ما سادو وراه قاعد انسان كفيف ولده له خدمه للزمه راه قاعد مسكين هكذا وراكم تشوفي فيه راه كفيف وزاد راهم يخرجوا فيه وقشر مقيوس الزنقه ماذا بكم الناشط السلطات الولائيه ولا البلديه ولا الدائره باش يساعدوه في القضيه.